لقد أرسل الله تعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين ونجاةً لمن آمن به من المتقين، فهو عبد الله ورسوله وصفيُّه ونجيُّه وخليلُه وأمينُه على وحيِه وخيرته من خلقِه، النبي الرحيم والرسول الكريم صاحب المقام المحمود والحوض المورود، أعلى الله مقامه وشرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره. فضله صلى الله عليه وسلم على الأمة عظيم، فبه هدانا الله إلى الصراط المستقيم وأنقذنا به من عذاب الجحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولفضله صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته اختصه الله تعالى بالصلاة عليه دون سائر أنبيائه ورسله، فالرب الجليل القوي العزيز العظيم الحكيم سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه بعظمته وجلاله وقدسيته يصلي على النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه وذكر محاسنه ومناقبه وبيان محبته له وعظيم منزلته عنده، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك من الله تعالى. ففي صحيح البخاري قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة وقربة جليلة، بدأها سبحانه بنفسه الكريمة وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأمر بها المؤمنين من خلقه. فمن حبه سبحانه لنبيه قرن طاعته بطاعته وحبه باتباعه وذكره بذكره، فلا يذكر الله جل جلاله إلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. يريد قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أداء لبعض حقه وتذكير بواجب محبته ومتابعة شريعته وزيادة في الحسنات وتكفير للسيئات ورفع للدرجات. قال ابن القيم رحمه الله: إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه وشكر له على نعمته التي أنعم الله بها علينا، مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علماً ولا قدرةً ولا إرادة، ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره وأداء حقه.